مبرة الشاكري التكافل الاجتماعي فرع البياع، زيارة تفقدية لإحدى العوائل. زرنا عائلة أم منو؟ أم سارة. أم سارة، أم سارة شنو وضعك؟ شنو هذا البيت السكنين بي؟ الجار والله كنت قاعدة بالمربع وجابوني والله هنا، ما عندي أحد، ما عندي معين، والله المعين، وعندي 3 بنات وليد، وأبوهم توفى، وهذا ابني عمره 1.5 سنة وتوفى. شلون توفى زوجك؟ مريض والله، بيه ضغط وسكر، وعايشة على الله وعلى العالم، هم اللي يساعدوني. زين سبب الوفاة شنو يعني؟ مريض كان، طلعت له جغدة هنا، سووا سبب الوفاة كورونا. تمام. وبي ذاك المرض. اي والله. تمام، عندك راتب تقاعدي، شلون عايشة وضعك؟ يعني 3 بنات شابات، احتياجاتهم، شلون مدبرة وضعك حجية؟ الله وأهل البيت والعالم والله العظيم. هم اللي يساعدوني، وعندي راتب سووا لي، يعني ساعدوني المنطقة وقدموها وسووا لي اياها 320، وتدرين انت بالوضع بالشهر. اي والله. ايجارش قد تدفعين؟ ايجار ادفع 200. تمام. اي والله. وهم العالم يعني بأمانة الله ورسوله، هم العالم اللي قايمين، يعني هدوم العيد، هدوم المدارس، المسواك، كلهم العالم يعني مستمرين بالدراسه. البنات عندك؟ ايه مستمرين حبيبتي. ان شاء الله. اهل الخير يسمعون نداءك، شنو احتياجك حبيبتي؟ شي يطلع من ايديكم العام الله يعطيكم عمر وعافيه، يدفع عنكم شر بني ادم حبيبتي، ونريد يعني وقفتكم ومساعدتكم. انه تمام، ان شاء الله نساعدك باللي نقدر عليه. أيوة. وهاي بطاقه مقدمه لك من الحاج عبد الصاحب الشاكري، يعطي عمر وعافيه. نتصل بيك، رحم الله والديك. والديك نتصل بيك حتى تجين تستلمين بيها، وممنونين منك امي حبيبتي، تسلمين عيوني، رحم الله والديك. والديك على فعل